بخير. بقالي كتير ما عملتش لايف، وبقالي كتير ما نزلتش فيديو، ما عدا الفيديو بتاع اللي هو يوم الاثنين كنت منزلها عن ادرس معي وكده هوت، وكنت مشغله كتاب حلو قوي، فيعني اتمنى ان انتوا تروحوا تشوفوه. نزلنا جزئين، الجزء التالت هينزل بكره ان شاء الله الساعة 10، فاستنوني. النهارده بقى هتكلم عن تجربة أنا عشتها الفترة اللي فاتت، قبليها فترة كده حلوة، فأنا هحكي لكم الفترة دي والفترة دي ونتناقش بقى. في فترة من الفترات كان عندي عدم الشعور، يعني عدم الشعور بالحياة، أو زي ما بيقولوا كده هو فقد الشغف. طيب من ايه بقى فقد الشغف وكل الكلام ده كله؟ هل أنا عندي مشاكل عويصة في حياتي؟ اه، كلنا عندنا مشاكل عويصة في حياتنا، بس هل هي عويصة لدرجة ان واحد يفقد الشغف او ان هو يفقد الايمان بالحياة او كده؟ نو، هو اكتئاب زي اي اكتئاب حصل لينا كلنا، يعني مش انا بس، وحاجة بتحصل لينا كلنا كل فترة. يعني كل فترة كده اتكلم حد والله يا سلام مكتئب شوية، اللي هو كأنها يعني موضة العصر، او انا عندي برد يعني فانا مكتئب يعني. فكان عندي الاكتئاب الحلو دوت، والموضوع عدى بسلام. بس شفت فيديو اسمه صوم الدوبامين. ايه هو بقى صوم الدوبامين دوت؟ دخلت على الفيديو وسمعته كده، قلت طب انا ليه ما جربوش. بس عايزه اقول لكم نقطه، ان فتره الاكتئاب بتاعتي ديت ببقى 24 ساعه انا ماسكه الموبايل حرفيا، 24 ساعه ما بعملش اي حاجه، قاعده على السرير بس كده هوت. اي حاجه بعملها بالعافيه. يعني الدنيا صعبه جدا، كل شويه ببقى شايفه ان انا اقل حد. طبعا بتشوف مثلا الانستجرام كل الناس بتعمل، عامل براندات واللي عامل واللي نجح في كذا واللي عامل كذا واللي واللي كده، وانا الوحيده اللي ما فيش حاجه خالص بعملها. يعني الدنيا عندي مفيش. فانت بتحس انك فوق ما انت مكتئب، انت ما عندكش، يعني ما فيش مالكش اي لازمه في الحياه. ده غير ان انت مالكش اي لازمه، انت مش مستمتع بالحياه. انتوا فاهمين ال يعني موضوع كده هوت ملعبك في بعضه. فانت ولا مستمتع بالحياه، ولا انك حاسس انك ليك قيمه في الحياه اللي انت عايشها ديت. فاكتئاب بقى، فالدنيا بتبوظ خالص. نرجع لنقطه ان انا شفت الفيديو ده ودخلت. طبعا الفيديو ده كان كل شويه يجيلي واقوم مطنشه، كل شويه يجيلي واقوم مطنشه. فده دعوه مني ان لما يجيلك اي فيديو وكده وتحس ان هو هيبقى حاجه مفيده، اتفرج عليه، ممكن ده هو يكون الحاجه اللي هتنقذك مثلا يعني. فاتفرج عليه، شوف، مش هتخسر حاجه يعني. المهم دخلت شفت الفيديو واكتشفت يعني صوم الدوبامين. ايه صوم الدوبامين ده؟ والاسم غريب، وقعدت افكر شويه وقلت خلاص ان انا هبداه من بكره. يعني شفته النهارده بالليل، ابداه من بكره على طول، يعني ما فيش تفكير. المهم بداته، قلت ان انا هقلل. اول حاجه بعدت عنها ان انا ادخل الانستجرام وادخل فيسبوك. طبعا بالمناسبه ان انا قبلها بفتره ان انا عملت رقم سري للانستجرام والفيسبوك عشان ما يبقاش سهل عليا ان انا ادخلهم، والحمد لله كنت يعني كنت كاتبه رقم سري سهل جدا على ايدي، فكنت بدخل عادي يعني. المهم صلى على النبي، مسحتهم طبعا بلح، ما مش بيعمل حاجه اصلا يعني رقم السري دوت. وان انا مسحت التطبيقات ديت في رمضان والحمد لله عملت يعني شغل كويس جدا، بس ده شغلي ان انا انزل حاجات على اليوتيوب وانزل حاجات على الفيسبوك عشان الفيديوهات بتاعتي. يعني السوشيال ميديا ده حاليا شغلي. المهم قللت ازاي؟ ان انا قلت ان انا مش هدخل التطبيقات ديت الا لما انا اكون عايزه اعمل حاجه، مثلا عايزه ابعت بوست، انزل يعني احط بوست مثلا على الفيسبوك او على اي حاجه. يعني كمان الشموع عندي، الدنيا عندي مش احسن حاجه في الشموع وكده، فانا محتاجه انا اقعد انزل. المهم
لغاية قعدت كده هوت يومين ثلاثة، كل شوية أفتحه أقول مثلا إن أنا هعمل إنجاز معين وأعمله، وأقوم فاتحة أعمله وأقوم فاتحة أعمله وأقوم فاتحة، لغاية ما حسيتش إن أنا قادرة أوي، أو ما حسيتش إن أنا مبسوطة عادي، يعني اللي هو عادي اللي هو كأنك سايبة الموبايل شوية وخلاص يعني، فاهمة؟ ما حسيتش أوي، لغاية ما قررت إن أنا هقطع نت خالص. النت دوت انا مش هدخله الا لما اكون بجد محتاجة، او بجد انا محتاجة حاجة معينة هعملها وهقفله. فقفلت النت، قعدت 4 ايام في قفل النت. فانا عايزة اقول لكم يعني ايه حد يبقى قافل النت 4 ايام. طبعا لولا ان انا جربت ان انا اقطع اشيل البرامج اللي هي بتاعت اليوتيوب، وقصدي الانستجرام والفيسبوك، والفيسبوك في رمضان، انا كان زماني مستحيل ان انا اعمل حركة ان انا اقطع اليوتيوب، اقطع النت نهائيا. فضل ربنا التجربة اللي انا عملتها في رمضان ديت مهدت لي الموضوع دوت، مهدت لي الموضوع ده ازاي، ان انا خلاص بقى سهل بالنسبة لي ان انا اقفل النت. فقفلت 4 ايام، فاللي هو عشت حياة روتينية جميلة. عارفين حياة ستو، اللي هي تعمل شغل البيت كله وتخلص كل الحاجات اللي عندها، وبعد كده تقعد بقى ايه تتفرج على المسلسل ومش عارفة ايه وكده. عملت كده صراحة، عملت كده، لان انت من حد كل شوية 24 ساعة ماسك النت، و24 في فيديوهات وريلز 24 ساعة طالع طالع طالع، وبتلاقي وقت طويل جدا بيخلص لفضة، يعني اللي هو يعني لولا ان مفيش ان انا اقدر اطلع صوت صرصار الحقل كنت عملته، مفيش. المهم، فبدات اشغل نفسي بالحاجات دي. طب ايه بقى اللي حصل؟ ان انا اكتشفت ان انا في اخر اليوم ان انا عملت حاجات كتير جدا انا نفسي اعملها. يعني انا اشتغلت، يعني انا اشتغلت اكتر من اي فترة تانية. اول حاجة قرأت، والقراية ده موضوع نقطة ديت يعني، ما يعني أنا بحب أسمع أكتر ما أحب أقرأ، وجات لي فترة بعود نفسي إن أنا أقرأ ونجحت، وبعد كده بطلت، فالدنيا ما كانتش ظابطة خالص. فبدأت إن أنا أصحى من النوم، طبعا مفيش نت مفيش موبايل، فأول حاجة أعملها إن أنا أعمل كوباية شاي وأقعد أقرأ، تمام. بعد كده هو النت مش مقطوع تماما، هو الموبايل بس متشال، وبقعد على الكمبيوتر بفتح الفيديوهات التعليمية اللي أنا عايز أتعلم عليها. فبفتح الفيديو وكنت يعني بقعد أذاكر وبقعد أسمع حاجات ومش عارفة ايه وكده، هو توقفله الموبايل طبعا مش موجود نهائيا. عملت حاجات كتير جدا في البيت، كان في موديل شغالة عليه الحمد لله، ما عمل ما بقالي فترة ما عملتوش، بدات ان انا اشتغل عليه، بدات ان انا ادرب نفسي عليه اكتر واكتر، وبدات ان انا اشتغل، بدات ان انا اعمل مونتاج للفيديوهات، لان انا عندي فيديوهات كتير جدا ما اتعملهاش مونتاج لغايه دلوقتي، عشان كده ما نزلتش. قعدت افكر، كنت عايزه اعمل اشتراك للمكتبه وكل شويه اقول بكره بكره بكره، ومكنتش بعمله، وعملت الاشتراك دوت. فعملت حاجات كتير جدا في ال4 ايام دول، انا لو كنت ماسكه الموبايل ما كنتش عملتهم. هو صراحه انا بعدهم مسكت الموبايل، فانا عايزه اقول لكم حصيله الحاجات اللي انا عملتها في اليوم صفر، يعني حاجات بسيطه جدا. دلوقتي انا عامله كنترول على نفسي في حاجات، بس برضو مش زي ما كنت قافلاه، او كنت متحكمه في ان انا افتحه امتى واقفله امتى، اللي هو كنت ابعت الرساله من هنا خلاص من قبل ما هي ترد اقوم قافله، ممكن شويه اقوم ايه فاتحه اشوف هي ردت ما ردتش، خلاص ما ردتش خلاص اقفل، اللي هو الموضوع انتهى. ده لو حاجه مهمه جدا، غير كده مفيش. فده مختصر ال4 ايام اللي انا عشتهم من غير النت او يعني الموبايل. فكانت حياة ممتعة حرفيا، لان انا برضو كنت مفتقدة احساس احنا قبل النت كنا عايشين ازاي، او انا كنت بقضي يوم ازاي من غير الموبايل، او من غير ما انا كل شوية اشوف ريفيلز، او كل شوية ان انا اتفرج على الحاجات دي. ما كنت انا فقدت الاحساس ده، يعني فقدت ان انا من غير الموبايل هعمل ايه، تمام. طيب هاجي بقى اقول لكم، لو اي حد عايز يجرب التجربة ديت يجربها، ويكتب لي تحت في الكومنتات ان هو جربها ويقولي هو حس بايه. طيب اللي بقى اللي ما يعرفش ايه هو صوم الدوبامين واحنا ليه بنعمله وكده، هو
ده الجزء الثاني من اللايف هتكلم فيه. عايزة احكي لكم قصه قبل ما ابدا اشرح لكم ايه هو صوم الدوبامين. اول حاجه طيب القصه باختصار اللي هو انا القصه باختصار ان انا جات لي فتره منعت سكر، يعني اللي هو كل ما اشرب شاي فيه سكر ابقى متضايقه، اقعد اقلل 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 لغايه ما جات لي فتره وزني زاد، فقلت ان انا محتاجه ان انا اي اقلل، يعني يعني اعمل ريجيم زي ما الناس كلها بتعمل ريجيم، والحمد لله بيفشل يعني. ف دي طبعا ما ظبطتش، فقلت طب خلاص انا اول حاجه هقطعها اللي هو السكر. وبالفعل بدات ان انا اقلل سكر خالص نهائي، يعني اقلل سكر، ما باكلش اي حاجه فيها سكر لمده اسبوع كامل، وقلت ان انا هكافئ نفسي يوم او يومين اكل فيه السكر دوت. وده اللي حصل، وخسيت 4 كيلو حرفيا، لان السكر عامه بيخلي الواحد ياكل، يعني انت مثلا تلاقي نفسك اكلت حاجه مسكره، طب انا عايزه احدق، وهكذا بقى تبقى شغال كده، فتلاقي نفسك اكلت كميات كتيره من الاكل وانت اصلا مش محتاج الاكل ده، او مش انت مش جعان قوي عشان تاكل كل الاكل دوت. المهم فده اللي حصل، قعدت اقلل واحده 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 لغايه ما قللت سكر نهائيا، والحمد لله دلوقتي بقيت احسن. فعايزه اقول لكم ان انا بعديها بدات احس بطعم الفاكهه، يعني بدات مثلا لما اكل موز او اكل اي حاجه مشمش او اي حاجه اكلها احس ان هي مسكره، لان خلاص قطعت اللي هو السكر نفسه اللي هو السكر اللي هو الصناعي. فبدات لما اكل سكر طبيعي احس ان هو اي ده مسكر قوي، الله ده طعمه جميل. اذا هو كان شغال ايام ما كنت باكل سكر كنت مش حاسه بطعم الفاكهه، طعم الفاكهه مش ملهوش طعم. هنسكت بقى القصه دي بالحياه بقى كلها. انت عشان عندك ملهيات كتير جدا، عندك انترنت، عندك وسائل التواصل الاجتماعي اخده وقتنا كله، ايا كان بقى الحاجه اللي انت بتعملها ديت فافقدتك، فخلاص الدوبامين دوت هو الحاجه اللي مسؤوله عن ان احنا نقوم نعمل حاجه. يعني الدوبامين دوت زي هرمون كده، هو مسؤول على اننا نحس بالسعاده وكده. فانا دلوقتي عايزه اشرب ميه، فالجسمنا بيفرز دوبامين ان هو عايز يشرب ميه، فبنبدا ان احنا نقوم نجيب الميه ونشربها. فدي المكافاه، ان انا حسيت ان انا يا الحمد لله يعني شبعت، الحمد لله شبعت ايه الحمد لله يعني خلاص ما بقتش عطشان، او ان انا جعان عايز اكل اكله حلوه، فجسمنا بيفرز ماده، فالماده دي بتخليني ان انا اقوم اعمل اكل واحضر اكل وكده، عشان في الاخر المكافاه ان انا هشبع. هكذا بقى العاب الجيم والحاجات دي كلها، بان انا كل شويه بلعب كل شويه بلعب عشان عايزه اوصل لمكسب معين او حاجه معينه، فبكسب فبحس بالانبساط، فبقى الانبساط بالنسبه لنا حاجه سريعه، احنا عايزين اي حاجه سريعه. فبقينا لما نقعد قدام فيديو طويل بنبقى ايه ده ايه الملل ده، لا انا عايز حاجه بسيطه، عايز حاجه سريعه، اللي هو مش هقدر ان انا اقعد مثلا 10 دقايق اقعد اتفرج على فيديو، لا انا عايز يعني لو تقدري تلخصي لي الموضوع كله في دقيقه انا مبسوط. حتى ممكن تبقى دقيقه ساعات بتبقى طويله بالنسبه لنا من كتر ما احنا اتعودنا على السرعه. وده مع الوقت افقدنا احساسنا بحاجات كتير جدا، بقيت ما بقتش حس يعني ما بقتش استمتع لو انا قاعده مع ناس، ما بقتش استمتع معاهم لان انا مكتفيه بذاتي، مكتفيه بالموبايل، مكتفيه بالحاجات اللي انا بعملها، فبالتالي انا خلاص مش محتاجاكم. ما بقتش بشتغل ليه؟ لان خلاص انا بلعب فبعمل انجاز، فبحس بالراحه، بحس ان انا مبسوطه، خلاص انا اشتغل اعمل ايه. فمع الوقت بتلاقي نفسك اكتئبت. ليه؟ لانك انت ما بقتش بتعمل حاجه، بقيت زي ما بيقولوا محلك سيف، تلاقي كل الناس اللي على السوشيال ميديا بيعملوا وي 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 وي، والناس والمجتمع ده كله اصلا 1% من مجتمعنا الحقيقي، وانت ما بتعملش اي حاجه، فبالتالي ده بيزيد الاحباط، فبيزيدك بيخليك انت ما بتعملش، فبتزيد ان انت اصلا ما بتعملش حاجه. المهم
دي نقطة. النقطة التانية ان احنا في حاجة اسمها التوازن ما بين المتعة والسعادة، الاتنين مرتبطين ببعض. يعني ايه متعة ويعني ايه سعادة؟ باختصار كده هوت، ان انا سعادة ان انا لما اعمل حاجة معينة احس ان انا مبسوط. تمام، انا دلوقتي شربت مية او شربت كوباية شاي، دي انا مبسوطة جدا جدا جدا، ده اسمها دي انا كده هوت، انا كده وصلت للسعادة. طيب المتعة بقى ان انا استمتع بكوباية الشاي دي حاجة حاجة، يعني بكل شفطة كده ابقى مستمتع جدا جدا جدا، وان انا بشربها. لازم يكون في توازن ما بين الاثنين دول. طيب ايه اللي مطلوب منك الفترة الجاية، او ايه المطلوب اللي انت ممكن تعمله؟ ان انت تعمل الصوم دوت يوم واحد في الاسبوع، طبعا لو انت بتعمل حاجات مباحة، اللي هو مثلا بنقعد على الانترنت كتير، بنلعب او كده. اما الناس اللي بتدخن او الناس تشرب مخدرات، اعوذ بالله، او اي حاجة من دي، فانت لازم اصلا تقطعها خالص. طيب مطلوب منك تعمل ايه لمدة اسبوع دوت؟ انت هتقطع يوم، ده هو يوم واحد بس، انا هقطع كل التواصل الاجتماعي، ومفيش، هكتفي بس بالتليفون. هحط حاجات تانية، ده هنتكلم عنها دلوقتي، ايه اللي انا ممكن احطه في الفترة دي. طيب قبل بقى ما اوصل لليوم دوت، انت محتاج اسبوع تدريب. بمعنى انت لو حد مدمن الموبايل، او ما تقدرش ان انت تبعد عينك على الموبايل، او انت حتى لو انت قاعد مع ناس او كده هو، او لو الموبايل مقفول او مش موجود معاك، تحس ان انت ايه ده، موبايلي فين، انا عايز امسكه كده. فانت محتاج ان انت تعمل وقت معين، ان انت مثلا دلوقتي، انا دلوقتي هخلص واحد اتنين تلاتة وبعدين همسك الموبايل، فبالتالي الموبايل ده بقى اصبح حافز، مش ده الحاجة اللي انا بمسكها وبعدين بسيبه شوية هتعطف شوية واعمل حاجة تانية. لا، الموبايل دوت هيبقى زي حافز ليك، والله انا بعمل واحد اتنين تلاتة عشان في الاخر انا هوصل ان انا امسك الموبايل. حاول على قد ما تقدر ان الموبايل دوت ياخد يعني اقل حاجة ساعتين من وقتك، او لو انت كل واحد اضرب نفسه يعني، وحاول ان تأجله لغاية اخر اليوم. يعني حاول تشغل نفسك بحاجات تانية تعملها لغاية اخر اليوم. طيب مش شوية هقعد على الموبايل وكده، ده هتعمله لمدة اسبوع. ليه؟ لانك انت كده هوت بتقلل من شغفك بالموبايل او كده. انت اصلا مع الوقت ده هتقدر انت تشوف الدنيا، اللي هو ايه ده، انا ما كنتش واخد بالي ان هنا في حاجة، او ان، لان احنا كده بنحس ان احنا متوهون، يعني غافلين او تايهين، اللي هو عايزين في كل حاجة بسرعة 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 وخلاص. طيب خلصنا الاسبوع دوت، وهتلاقي نفسك انجزت في حاجات، وهتلاقي نفسك يوم تمام ويوم مش تمام، مفيش مشاكل خالص. هتيجي بقى في اليوم اللي هو انا هقفل الموبايل خالص، ومفيش نت نهائيا، وكل اللي انا مطلوب مني ان لو حد اتصل بيا ارد عليه، غير كده مش مطلوب مني اي حاجة تانية. اول حاجة قبل اليوم دوت، يا علا حبيبتي، ولا من الناس الجميلة اللي أنا بحبها قوي. طيب أول حاجة قبل اليوم ده، أنت محتاج، أنت مثلا لو عندك مذاكرة في حاجات معينة ومحتاج أنت تفتح فيديوهات أو كده، حملها كلها عندك عشان تحس ان انت تاني يوم هتسمعها. حاول اكتب خطة، اكتب والله انا هعمل واحد اتنين تلاتة بكرة، وهجيب كذا وهعمل كذا. اكتب كل الحاجات اللي انت عايز تعملها، وممكن انزل، ممكن اقابل صحابي، ممكن اعمل، انك انت هيبقى عندك وقت طويل فاضي ما بتعملش فيه حاجة، فاحنا عايزين نملي الوقت دوت، ونبدأ واحدة واحدة نستمتع بالحياة. زي ما جيت فترة بدأت ان انا استمتع بالفاكهة، لان لما وقفت سكر بدأت ان انا استمتع ادوق حلاوة الفاكهة دي. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل كده بقى في الحياة كاملة، يعني ان انا استمتع بكل حاجة، استمتع بكوباية الشاي، استمتع لو انا عندي طفل استمتع معاه والعب معاه وكده هوت، مش ان انا اقول له اسكت اسكت وخلاص. طيب فانت هتحمل كل حاجة انت عايزها، هتحضر كل اي كتاب انت كنت عايز تقرأه، وبقالك كتير كل شوية تقول هقرأه ما بتقرأوش، فانت بتحضره. وحاول الليلة دي تنام من غير الموبايل حرفيا، يعني حاول تنام من غير الموبايل على قد ما تقدر، من غير ما انت تبقى ماسكه. اول ما تقوم من النوم،
اول حاجه تعملها بعد طبعا تدخل الحمام وتغسل وشك وتصلي وكده اهوت، اول حاجه هتعملها تمسك كتاب. ليه؟ لان العقل ده في الوقت ده بيبدا ان هو يشتغل، فامسك كتاب. وحلو قوي ان هو انت لو مسكت كتاب فيه حاجه تنميه ذات او كده هيبقى حاجه حلوه جدا يعني. وابدا اشرب المشروب بتاعك سواء بقى قهوه، نسكافيه، شاي، اي حاجه انت عايز تشربها او كده. وبعدين ابدا شوف المهام بقى اللي عندك. عندي والله هشتغل في كذا، لو انت مثلا لو انت مثلا تشتغل زي مثلا في السوشيال ميديا، والله عندي مونتاج كذا، عندي تحضير كذا، عايزه اكتب سكريبت كات، مش عارفه عايزه اكتب، عايزه اعمل ايه، كل دوت، كل الحاجات دي كلها تبدا بقى واحده واحده تشتغل فيها. ادي نفسك مثلا انا هقعد اتفرج، يعني هخلص الحاجات دي كلها اقعد اتفرج على التلفزيون مثلا، اقعد اتفرج على مسلسل مثلا، او اقعد اتفرج على اي حاجه انا بحبها مش غير استخدام الانترنت. خلصنا كل الحاجات دي كلها حرفيا هتبقى تجربه جميله جدا، هتستمتع باليوم لانك انت دربت نفسك اصلا قبلها باسبوع ان انت تقلل من استخدام الموبايل، هتستمتع جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت في اليوم بحس حاسه بصداع فظيع، وحس ان انا خلاص انا تعبت، رغم ان انا حرفيا ما عملتش حاجه، بس عشان سبت الموبايل ما بقتش حاسه بالارهاق دوت، ولا حاسه بالصداع دوت، ولا وحاسه ان انا لا يعني اديني كمان، عايزه اعمل حاجات تانية، عايزه اشوف حاجات اكتر يعني وكده. يعني انا عايزه اكتر من حد يجرب اليوم دوت ويكتب لي تحت في الكومنتات هو اليوم مشى ازاي. بس يعني نصيحه مني، لما تيجي تقفل الموبايل عرف الناس اللي حواليك ان انت بكره هتقفل النت. فاللي عايزني ومهم ان انا يعني ان انا اعمل الحاجه دي، كلمني تليفون، تمام؟ عشان ما ترجعش تمسك تاني النت. بس كده انا خلصت، اتمنى تكونوا استفدتوا من اللايف، وان شاء الله ممكن نعمل لايفات تانية الفترة الجاية. واستنوا بكرة الفيديو. يا ربي يعني، يا ربي تكونوا يعني انبسطتوا بيه. وايه تاني؟ في ايه تاني؟ عايز اسألي حاجة يا علا؟ طيب احنا النهارده في اللايف اتكلمنا عن التجربه بتاعتي في صوم الدوبامين، واتكلمنا عن ايه هو الدوبامين وايه مهمته عندنا، وقلنا ازاي ان احنا نستخدم صوم الدوبامين دوت. ان شاء الله خلاص ماشي. واتكلمنا ازاي نتحكم في عقلنا او مشاعرنا، اللي هو انت بتمنع نفسك عن حاجات معينة عشان توصل لحاجة اكتر، عشان تقدر تستمتع بالحياة، لان انت ممكن في وقت من الاوقات تلاقي نفسك اصلا مش موجود، يعني بعد شبعنا كلها مش موجود في ده وانت ما عملتش حاجة، او تلاقي نفسك كبرت فجأة، بص كده تلاقي نفسي اللي هو الاغنية، فاللي هو تلاقي نفسك كبرت. فليه؟ لانك انت عايش قدام شاشة 24 ساعة، مش مركز في اي حاجة في الحياة، انت بس مركز في الحاجات اللي بتعرضك الشاشة ديت. كل فترة بيجي لك اكتئاب وانت مش عارف ايه سببه. فقدت شغفك بمتعة الحياة والدنيا وكل حاجة، وكل شوية تقول مش قادر، فقلل من الحاجات دي كلها. هتبدأ ان انت تستمتع بكل الحاجات دي كلها. الفيديوهات الطويله اللي انت ما كنتش بتسمعها وان هي كانت بالنسبه لك ممله لانها مش سريعه، هتلاقي نفسك بتسمعها وهتلاقي نفسك بتشوفها. فبس كده اهوت، شكرا جدا ليكم ان انتوا اتفرجتوا لغايه هنا اهوت، يعني طبعا هو هيتسجل واللي هيتفرج لغايه هنا. مع السلامه.